القاعدة واحد، لا تظهر أبدا تفوقك على وليك. الحكمة، أشعر رؤساءك بالاطمئنان لمكانتهم وتفوقهم، ولا تدع رغبتك للتأثير فيهم تدفعك لاستعراض مواهبك أمامهم، لأن ذلك على عكس ما تريد، سيشعرهم بالتهديد والقلق منك. أظهر أولياءك أعلى من قدرهم الحقيقي، وسوف يرفعك ذلك إلى أعلى مقامات السطوة. انتهاك القاعدة. كان نيكولاس فوكوي وزير خزانة لويس الرابع عشر رجلا سخيا، يحب الحفلات والنساء والشعر، كما كان يحب المال، وكان ينفقه ببذخ على حياته المسرفة. كان ماهرا في عمله، ولم يكن الملك يستغني عنه، ولذلك حين مات رئيس الوزراء جول مازارين سنة 1661، توقع فوكوي أن يخلفه، لكن الملك قرر إلغاء المنصب. لذلك ولأسباب أخرى اعتقد فوكوي أنه يخسر الحظوة لدى الملك، فقرر أن يستعيد تقدير الملك له بإقامة حفل لم يشهد له العالم مثيلا من قبل. كان السبب المزعوم للاحتفال هو انتهاء فوكوي من تشييد قصره الذي أسماه فو لو في كوينت، لكن الغرض الحقيقي كان إظهار للإجلال للملك الذي حضر كضيف شرف للحفل. ضم الحفل أشهر النبلاء في أوروبا وبعضا من أعظم مفكريها من أمثال لا فونتين ولار شوفوكو ومدام سيفيني، وكتب مولير مسرحية لهذه المناسبة مثل فيها بنفسه في نهاية السهرة. بدأ الحفل بعشاء من 7 أطباق متتابعة تضم أطباق من الشرق لم يتذوقها الفرنسيون من قبل، إضافة لأطباق تم ابتداعها خصيصا من أجل هذه الليلة. وقد صاحب العشاء موسيقى أوصى فوكوي بتأليفها تكريما للملك. بعد العشاء بدأت جولة في حدائق القصر. كانت أرضيات ونفورات القصر إلهاما فنيا رائعا لقصر الفورساي الذي بني فيما بعد. اصطحب فوكوي الملك الشاب شخصيا في جولة بين الشجيرات ومزاهر الورود الموزعة في تشكيلات هندسية جميلة. عند وصولهما لقنوات الحديقة كان عرض الألعاب النارية قد بدأ، ثم تله عرض لمسرحية مولير. انتهى الحفل في وقت متأخر من الليل، وشهد الجميع بأنه أروع ما حضروه من حفلات. في اليوم التالي قام دارتيان أحد فرسان الملك بالقبض على فوكوي، وبعد أشهر تحت محاكمته بتهمة السرقة من خزانة الدولة، رغم أن معظم السرقات التي اتهم بها كانت لصالح الملك وبأمر منه. أدين فوكوي بالتهم المنسوبة إليه، وأرسل إلى أكثر السجون عزلة في فرنسا في أعالي جبال بيرني، حيث قضى 20 عاما الأخيرة من عمره في حبس انفرادي. كان الملك لويس الرابع عشر المالك الشمس مغرورا ومتكبرا وراغبا في أن يكون دائما في بؤرة الضوء، ولم يكن ليسمح بأن يفوقه شخص آخر في المجد والتألق، خاصة إن كان هذا الشخص يعمل تحت إمرته. اختار لويس خلفا لفوكوي جان بابتيست كلوبير، وهو رجل معروف ببخله وبأنه يقيم أسوأ الحفلات في باريس. وقد حرص كولبير على أن يذهب أي مال يخرج من الخزانة مباشرة ليد لويس. بهذه الأموال بنى لويس قصر الفورساي، وهو أعظم حتى بكثير من قصر فوكوي، وقد استخدم في بنائه نفس المهندسين ومصممي الزخارف والحدائق. وفي الفورساي أقام لويس حفلات أكثر بذخا من الحفل الذي أفقد فوكوي حريته. دعونا نتفحص الموقف.
ليلة الحفل كان فوكوي يعرض على الملك مشاهد يتفوق كل منها على سابقه، ظنا منه أن ذلك يظهر ولاءه وتقديره للملك. كان يحسب أن ذلك يعيد إليه الحظ ويبين للملك رقي ذوقه وعلاقاته وشعبيته، ليعرف كم سيكون رئيس وزراء متميز أن عينه في هذا المنصب. لكن على العكس، كان كل مشهد يعرض وفي كل مرة كان فوكوي يتلقى إعجاب الحاضرين، كان لويس يشعر بالغيظ من أن فوكوي يأخذ منه إعجاب أصدقائه وأتباعه، ومن أنه يتباهى أمامه بثروته وسطوته. كان الحفل إهانة لكبرياء الملك. لم يبح لويس لأحد بمشاعره، بل انتهز عذرا ملائما ليتخلص من الرجل الذي عن غير قصد أشعره بالخور والتهديد. يتلقى ما يشبه هذا المصير كل من يربك إحساس أولياءه بذاتهم، أو يهدد كبرياءهم، أو يقلل من تألقهم. في أوائل القرن السابع عشر وجد العالم الفلك والرياضي الإيطالي جاليليو نفسه في وضع حرج، فقد كان يعتمد على هبات الحكام العظام لدعم أبحاثه، وكان يفعل ما يفعله كل علماء عصر النهضة بأن يهدي اختراعاته واكتشافاته للرعاة المعروفين في وقته. في إحدى المرات أهدى بوصلة عسكرية اخترعها لدوق جونز واجا، ثم أهدى كتابا يشرح عمل البوصلة إلى أسرة الميديتشي. قدر الحاكمان الإهداء وسهلا له الحصول على المزيد من الطلاب ليعلمهم، لكن مهما كانت روعة اكتشافاته كان الرعاة يدفعون له بالهدايا وليس مالا. كانت تلك الحياة غير مستقرة وتبقيه تحت رحمة الآخرين، ورأى أن عليه أن يجد حلا يخلصه من هذا الوضع الخطر. في عام 1610 فكر جاليليو أن يستخدم استراتيجية أخرى حين اكتشف أقمار المشتري. فبدلا من تقسيم الاكتشاف بين الرعاة، مثل أن يعطي التلسكوب الذي استخدمه لأحدهم وكتابا لآخر، وهي الاستراتيجية التي كان يستخدمها في السابق، قرر أن يركز حصرا على آل ميديتشي. اختار الميديتشي لسبب واحد، وهو أنه بعد أن أسس كوزيمو الأول سلالة الميديتشي الحاكمة في عام 1540، اتخذ المشترى وهو أقوى الآلهة في الأساطير الرومانية. رمز لسطوته التي تتعدى السياسة والأعمال المصرفية وتربطه بمجد روما القديم. حول جاليليو اكتشافه لأقمار المشتري إلى حدث كوني يمجد عظمة الميديتشي. بعد اكتشافه بفترة قليلة أعلن أن النجوم البراقة، أي أقمار المشتري، أباحت نفسها في السماء لتلسكوبه في نفس الوقت الذي اعتلى فيه كوزيمو الثاني العرش، وقال إن عدد الأقمار وهو 4 يتناغم مع أبناء الميديتشي، فقد كان لكوزيمو الثاني 3 إخوة، وأن هذه الأقمار تدور في فلك المشتري كما يدور الإخوة الأربعة حول كوزيمو الأول مؤسس السلالة، وأن ذلك يبين أن ذلك أكثر من مصادفة، فالسماء ذاتها تعلن تصاعد مجد أسرة الميديتشي. بعد أن أهدى جاليليو اكتشافه للميديتشي، كلف أحد الفنانين بتصميم شعار يمثل المشتري يجلس في غمام تدور حوله الأقمار الأربعة، وقدم الشعار لكوزيمو الثاني كرمز يربطه بالسماء. سنة 1610 اختار كوزيمو الثاني جاليليو فيلسوفا ورياضيا رسميا لبلاطه براتب كامل، وبالنسبة لعالم كانت هذه فرصة العمر، فلم يعد بعدها محتاجا لاستجداء الرعاة من جديد. التعليق: بضربة واحدة حقق جاليليو باستراتيجيته الجديدة أكثر مما حققه في كل سنوات التسول. السبب بسيط: كل السادة يودون أن يظهروا أكثر نبوغا عن غيرهم من الناس. لا يرغب السادة في العلم أو الحقيقة التجريبية أو أحداث الاختراعات، ولا يهتمون سوى بأسمائهم ومجدهم.
المؤكد أن جاليليو منح الميديتشي من المجد بربط أسمائهم بقوة كونية أكثر مما قد يمنحه لهم رعايتهم لأي اختراع أو اكتشاف علمي. العلماء ليسوا مستثنين من تقلبات الحياة الحاشية ومحسوبيتها، فهم أيضا يخدمون أولياء لديهم حافظات النقود. وقد تسبب قدراتهم الفكرية الكبيرة بعض القلق لأوليائهم، والذين قد يشعرون بأن دورهم الوحيد هو دفع النفقات، وهو عمل قبيح ومهين. منتج أي عمل عظيم يرغب في أن يظهر أكثر من مجرد ممول، يريد أن يبدو خلاقا ومبدعا، بل حتى أن يبدو أكبر من العمل الذي ينتج باسمه. امنح وليك الإحساس بالمجد وليس التهديد. لم يتباهى جاليليو بذكائه على المديتشي، ولم يشعرهم أبدا أنهم أقل منه بأي منظور، بل أدى تشبيهه لهم بالنجوم إلى تألق بريقهم ومجدهم في كل قصور إيطاليا. فهو لم يقلل من بهاء صورة أوليائه، بل جعل ألقهم يعلو فوق كل السادة الآخرين. مفاتيح للسطوة. لا أحد يثق بنفسه ثقة تامة، فلدينا جميع النقائص تجعلنا نشعر بالخور والتهديد. وحين تظهر نفسك وتستعرض مواهبك تتحرك لدى الآخرين الأحقاد والحسد والمشاعر الأخرى التي يولدها الخوف. عليك أن تتوقع ذلك، ليس عليك أن تخشى إثارة هذا الشعور بالدنوية لدى الجميع. لكن يختلف الأمر حين تتعامل مع رؤسائك، فأكبر الأخطاء في لعبة السطوة هو أن تظهر تفوقك على وليك. لا تخدع نفسك بالظن بأن الحياة قد تغيرت عن عصر لويس الرابع عشر والميديتشي. فمن يحصلون على المراكز العليا في المجتمع لا يقلون في مكانتهم عن الملوك والملكات، ويرغبون جميعا في الإحساس بالأمان في مناصبهم والشعور بأنهم يتفوقون على كل من حولهم في الذكاء والمكر والجاذبية. هناك اعتقاد خاطئ لكنه شائع بأن إظهارك وتباهيك بقدراتك ومواهبك يجعلك تنال رضا أوليائك وثقتهم. قد يتظاهر وليك بتقدير قدراتك، لكن في أول فرصة سيستبدلك بأشخاص أقل ذكاء وجاذبية وتهديدا منك، كما فعل لويس الرابع عشر بإحلاله كوليبير الفاتر محل فوكوي المتألق. وسوف يفعل وليك ما فعله لويس، فلن يعترف بالسبب الحقيقي، ولكن سيجد عذرا للتخلص منك ومن تهديدك لمكانته. هناك امتدادان خفيان لهذه القاعدة عليك أن تنتبه إليهما. أولا، هناك بعض الرؤساء لديهم خور شديد في ثقتهم بأنفسهم، وسيشعرون بأنك تتألق عليهم طبيعيا ودون أن تقصد بجاذبيتك ومواهبك. لم يملك أحد في إيطاليا في عصر النهضة ما ملكه أستوري مانفريدي أمير فاينزا من مواهب طبيعية، فإضافة لكونه أكثر أمراء زمنه وسامة، كان يستطيع أيضا أن يأسر قلوب من حوله بكرمه وروحه المرحة. في عام 1500 استطاع سيزر بورجيا حصار فاينزا، وبعد سقوط المدينة توقع الناس أسوأ تنكيل من بورجيا قاسي القلب، إلا أنه قرر العفو عن المدينة، فقد اكتفى باحتلال قلاع المدينة ولم يعدم أحدا من مواطنيها، وسمح للأمير مانفريدي بالبقاء مع حاشيته يمارسون حياتهم بحرية تامة. لكن بعد أسابيع قليلة قاد العسكر أستوري مانفريدي إلى أحد سجون روما، وبعدها بعام تم انتشال جثته من نهر تايبر وقد ربط حول عنقه حجر. برر بورجيا هذه الميتة الرهيبة بالادعاء بأن مانفريدي كان خائنا ومتآمرا، لكن الحقيقة كانت في غرور بورجيا وخوره. كان الشاب الصغير تألق عليه دون حتى أن يحاول، فقد كانت صفاته الطبيعية كافية لأن تطفئ جاذبية وهيبة بورجيا بمجرد حضوره. الدرس بسيط، إن لم تستطع أن تتحكم بظهور جاذبيتك وتفوقك، تعلم كيف تتجنب هذه الوحوش خائرة النفس.
من أمثال سيزار بورجيا، أما هذا أو أن تجد سبيلا لو أدى خصالك الحسنة حين تكون في حضرتهم. الامتداد الثاني هو أن لا تظن أبدا أن حب رئيسك لك يسمح لك بفعل كل ما تريد. هناك آلاف الأمثلة عن أناس ذلوا بعد عزة لأن توهمهم أن مكانتهم ستدوم لهم جعلهم يتجرؤون على التألق على رؤسائهم. في اليابان في أواخر القرن السادس عشر كان المقرب من الإمبراطور هيدوشي رجل يدعى سان نو روكيو. كان روكيو الفنان الأفضل في طقوس حفلات الشاي والتي كانت أشبه بالهوس للنبلاء هذا العصر، وكان المستشار الأول لهيدوشي، وكان له جناح بالقصر، وكان مكرما في كل أنحاء اليابان. لكن في عام 1591 ألقى هيدوشي القبض عليه وحكم عليه بالموت، ففضل روكيو أن ينتحر. عرف لاحقا السبب وراء تغير حظ روكيو. كان روكيو الذي صعد من فلاح بسيط إلى عزيز الإمبراطور قد أمر بصنع تمثال من الخشب يصوره يرتدي حذاء مميزا، وكان ذلك علامة على النبل والمكانة، ويقف بخيلاء في مكان بارز داخل بوابات القصر على مرأى واضح من الأسرة الملكية حين كانوا يعبرون الطريق. رأى هيدوشي أن هذا يدل على أن روكيو لم يعد يعرف حدوده. التكريم الذي حصل عليه روكيو أنساه أن مكانته تقوم على رضا الإمبراطور عنه، وأوهمه أنه نال ذلك بجهده، وكان ذلك خطأ لا يغتفر في تقدير وضعه دفع ثمن حياته. تذكر دائما أن مكانتك لن تدوم لك مهما فعلت، ولا تدع نشوتك بما تنال من حظوة تسيطر عليك وتصيبك بالغرور. معرفتك بمخاطر تباهيك وتألقك على رئيسك يمكنك من أن تستخدم هذه القاعدة لصالحك. أولا، عليك أن تتملق وتطري على رئيسك. التملق الصريح يفيدك لكن لا له حدود، فهو مباشر وفج ويفسد علاقتك بأندادك. أما التملق الحاذق فهو أقوى بكثير. مثلا، إن كنت أذكى من رئيسك اجعله يبدو أذكى منك. تصرف بسذاجة واجعله يشعر أنك محتاج لخبرته. افتعل ارتكاب أخطاء لا تضرك على المدى الطويل واسأله العون، فالرؤساء يحبون هذه المطالب، والرئيس الذي لا يشعر أنه يعطيك خبرته سيعطيك بدلا منها الحقد والضغينة. إن كانت أفكارك أكثر إبداعا من أفكار رئيسك انسبها إليه على الملأ، وأظهر للجميع أن إبداعاتك مستمدة من توجيهاته. إن كنت تتفوق على رئيسك في خفة الظل والحضور فلا مانع من أن تلعب دور مهرج الحفل الذي يلطف الأجواء، لكن احرص على أن لا تلفت الانتباه وتجعل الناس يرون رئيسك كئيبا ومملا مقارنة بك. خفف دعاباتك عند الضرورة وتحرى الطرق التي تجعل الحاضر بين يرونه ممتعا وظريفا. إن كنت أكثر لباقة واجتماعية من رئيسك احرص على ألا تكون كالغيم الذي يحجب إشعاعه. اجعله يبدو كالشمس التي يدور حولها الآخرون مشرقا بالسطوة والتألق ومحلى للانتباه الجميع. إن أظهرت له أنك تبذل كل ما تستطيع لإرضائه وبدا له أن قدراتك محدودة فسوف تنال تعاطفه وإعجابه. أما محاولة إبهاره بكرمك ومواهبك فقد تدمرك. تعلم الدرس من فوكوي أو استعد لتحمل العواقب. ليس من الضعف أن تخفي قوتك لأن ذلك يورثك السطوة في النهاية، وسماحك للآخرين بإظهار تألقهم عليك سيمنحك السيطرة ويحميك من غدر خورهم، ويساعدك على الارتفاع إن كانت أصولك متواضعة. افعل ما فعل جاليليو واجعل رئيسك يتألق في عيون الآخرين وسوف يراك هبة من السماء ويظل يقربك ويرقيك باستمرار. اقتباس من معلم: لا تظهر أبدا تفوقك وتألقك على وليك. التعالي مكروه دائما، ولكن تألقك على رئيسك ليس غباء فحسب لكنه قاتل.
تعلم من نجوم السماء، فهي لا تقل عن الشمس في جوهرها أو إشعاعها، ولكنها تخفت ولا تظهر نفسها أبداً حين تشرق الشمس في السماء. عكس القاعدة: ليس عليك أن تخشى من استياء جميع من تقابلهم، لكن عليك أن تكون انتقائياً في قسوتك. إن كان رئيسك نجماً آفلاً، فلا تخشى من إظهار تفوقك عليه، ولا تكن رحيماً معه، فهو لم يتردد عن ذلك في صعوده إلى القمة. قدر قوته، وإن وجدته ضعيفاً، اعمل في الخفاء على التعجيل بسقوطه، وفي اللحظة القاتلة، أظهر تفوقك عليه في الكفاءة والحضور والذكاء. لكن إن وجدته ضعيفاً للغاية وعلى حافة الانهيار، اتركه يسقط وحده، ولا تجازف بإظهار تفوقك عليه، لأن ذلك يجعلك تبدو في عيون الآخرين حاقداً ودنيئاً. وإن وجدت رئيسك راسخاً في مركزه ورأيت أنك أكفأ منه، فلا تتعجل، وانتظر بصبر حتى تأتي لحظتك المواتية. سنة الطبيعة هي أن كل سطوة تخفت وتذبل، وفي النهاية سوف يسقط رئيسك، وإن أدرت اللعبة بكفاءة ستستمر بعده، ويوما ما ستفوقه ألقا ومكانا.